السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم في اكسل ويز عبدو. في لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا لي تري سور مايكروسوفت اكسل، يعني كيفاش نرتب البيانات تاعي في اكسل، نرتبها ترتيب ابجدي من الا للزد ولا نرتبها بترتيب عكس ابجدي اسمها من الزد للا، كيفاش نرتبوا ثاني البيانات اللي تكون على شكل تواريخ، يعني التاريخ من التاريخ الحديث الى التاريخ الاقدم ولا العكس، ونشوفوا ثاني كيفاش نرتبوا الارقام ولا الاعداد ولا العلامات ولا اي حاجه عندي، كيفاش نرتبها من الاكبر للاصغر ولا من الاصغر الى الاكبر. وثاني راح نشوفوا حاجه بالك نسحقوها ثاني بزاف اللي هي الترتيب حسب الالوان. تبع معايا اذا خاوتي، كما قلنا الجدول اللي راح نخدموا به اليوم ان شاء الله هو هذا. عندي هنايا فيه لي ماتيير زعما تاع الليسي هادوما، ماتيماتيك عرب فرنسي انجلي اكسيتيرا. عندي هنايا لي دات ديكزام، قال شاك ماتيير عندها اون دات ديكزام، كما لي مات ندوزوهم لو 5 جانفي 2022 فرنسي لو 13 جانفي 2022 وهي رايحه. هنايا عندي لو كويفيسيون ولا المعامل تاع كل ماده هايدايا، وهنا عندي القاعة اللي راح نجوز فيها كل مادة. القاعة تهم اللي كراهم بالرموز وبالألوان، يعني جميع أطروة خضراء، أنف حمراء، و A5 هنا يدخل لي بالجون. وش حبيت ندير أنا في هذا الطابلو؟ حبيت نرتب كل هذه البيانات ترتيب أبجدي ولا تصاعدي ولا تنازلي ولا بالألوان. كي نحب نرتب في مايكروسوفت إكسل وش ندير؟ أولا نخير العمود اللي حبيت نرتبه، زعما حبيت نرتب معلومة في العمود B، نخير اي حاجه في العمود ب اي خاليه هذيك، نخير زاريزون فرونسي سيكسيوني، المهم باش نبين الاكسل وشنو هو العمود اللي حبيت نرتبه هكذا سيكسيوني فرونسي. بعد وين نروح؟ شو لو ريبون هذا تاع الفوق، نروح وين كاين دوني، هذه هي دوني. واش يخرج هنا؟ يخرج لي تخي هكذا تخي، وهنا يخرج لي ا زد، هنا يخرج لي زد ا. دوكا ابسط طريقه اللي راح نرتب بها هذه المعلومات من ا زد، نسيليكسيوني اون سيلول في هاد لا كولون في هاد العمود، ومن بعد نكليكي هادي ا زد. وشوفوا معايا مليح لو طابلو واش يصرالو كي نكليكي هاد القفله هادي تاع ا زد هكذا، تلاحظوا بلي طابلو تاعي تبدل، ولات عندي اونغلي عرب فرونسي هيستوار جيوغرافي ماتيماتيك فيلو فيزيك سيونس اسلاميك و سيونس ناتورال. يسمى ولا العمود هذا تاع الماتيار تاع الماده مرتب ترتيب ابجدي هكذا دو ا ا زد. واش نلاحظوا ثاني حاجه واحده اخرى؟ بلي يتغير الترتيب تاع الاعمده الاخرين. يسمى اونغلي كانت عندي لو 9 جانفي 2022 تقعد لو 9 جانفي 2022، ها نعاودو للور هكذا نشوف اونغلي تاعي كيفاش كانت، كانت لو 9 جانفي 2022. نعاود نرتبهم نلقى بلي اونغلي تحافظ على نفس التاريخ، يعني كي نرتب بالنسبه لعمود معين راح يتغير ترتيب الاعمده الاخرى في نفس الجدول باش يخليو لي نفس ترتيب الاسطر. يسمى السطر هذا يقعد لي توجور افيك لا ميم دات لو ميم كويفيسيون اي لا ميم سال. هذه حاجه واحده. دوكا لو كنحب نرتبهم دو زاد ا، يعني ملي يبدا هادي اللي يبدا بالاس هو يجيني الاول، واللي يبدا بالأ هو اللي يجيني الاخر. كيفاش ندير؟ كيما درنا مع الاول سيكسيوني اي ماده ولا اي خليه في هذا العمود، نروح لهنايا دوني ندير هادي زاد ا. زاد ا نلاحظ باللي صارت لي نفس الشيء، عاودوا ترتبوا لي من الزاد حتى ل ا. هادي نورمالمون سامبل، نورمالمون كاع نفهموها ان شاء الله. ودوكا راح نشوفوا كيفاش نرتبوا هاد لا كولون اللي فيها دي دات سور مايكروسوفت اكسل، كيفاش نرتب مثلا من لادات القديمه حتى لادات جديده هكذا. نديرو نفس المبدا اللي درناه في لي ماتيير، نخير اون سيلول في هاد لا كولون تاع لي دات، ومن بعد ندير دو ا ا زد. هادي هي البيتي بوطون هذا ا ا زد. واش نلاحظ؟ راح يجيب لي لي دات من القديمه هذيك لو 4 جونفي حتى الجديده كاع اللي هي لو 6 فيفري، هذيك لو 4 جونفي لو 5 ومن بعد لو 8 لو 9 لو 11 لو 13 لو 15 ومن بعد لو 1 فيفري ومن بعد لو 6 فيفري هكذا. عطى لي ترتيب من القديمه حتى الجديده. كي نحب نعكس نرتب من الجديده حتى القديمه، نسيليكسيوني ثاني اون سيلول في هاد لا كولون، ومن بعد ندير هادي زد ا، هادي الفليشه زد ا، راح يرتب لي هاد التواريخ من التاريخ الجديد كامل اللي هو لو 6 فيفري حتى التاريخ القديم كاع اللي هو لو 4 جانفي 2022. هادي ثاني نورمالمون تكون مفهومه. بالنسبه لا كولون كويفيسيون ولا ترتيب الاعداد ولا الارقام، ها هي كنسيليكسيوني اون سيلول هنايا ندير ا زد. ا زد نلاحظ بلي رتبهم لي من صغير لكبير، هايلك 1 2 4 5، ولا ندير زد ا راح يرتبهم لي من الكبير للصغير 5 4 2 1، هايلك ساهله مهله ما فيها والو. ونفس الشيء لو كان جاو عندي زعما علامات نقول نوت، هايلك نوت طاك طاك هكذا، نديرو بك ام تي تيست. هنا عنده 15، هنا عنده 9 11 19، نديروها 7 14
15 12 و 2 هكذا. بالنسبه للعلامات نفس الشيء، لو كان يكون عندي علامات هاني هكذا باش يبانوا بلي علامات، نحب نرتبهم كيف كيف زعما نوزع في الاوراق، ندير لهم هنايا دوني، ندير ازد ها اللي كيجوني من الصغير للكبير كيما كانوا لي بروفيدو لنا سوسبانس، يبداو لنا من الكبير للصغير بعد نقولوا يا ربي وما نطيحوش تحت 10، ها ليك يبداو لي من 19 حتى لو 2 هكذا. دونك هذا هو اللي سلك فيهم، سلك فيهم اللي جاب 11. دونك كيما شفنا عندنا مبدا واحد نخدموا به، هذه هي الطريقه باش نرتب البيانات تاعي في مايكروسوفت اكسل. ودوكا راح نشوفوا طريقه واحده اخرى اللي نستعملوا بها لي تري سور اكسل، اللي هي اترافيل لي فيلتر، يعني عن طريق لي فيلتر. لي فيلتر هذوما شفناهم في الدرس اللي فات، ولي فيلتر ولي تري يمشيو مع بعض. يعني الا شفت انت هاد لا فيديو عاود تشوف لا فيديو تاع لي فيلتر باش تميتريزيهم بين زوج مليح. هكذا واش ندير، نسيكسيوني اون دوني فلونتا تاعي ونطلع الفوق ندير فيلتر. هكذا كي ندير فيلتر راح يبانوا لي هاد لي بتيت فلاش هذوما. ومن بعد واش ندير كي نحب نتري، نعبز لا بتيت فلاش نديرها ليك تري دو ا ا زد تو سامبلومون، ولا تري دو زد ا ا. هاك ندير تري دو ا ا زد يعاود يتري لي كامل لو طابلو دو ا ا زد، ولا ندير تري دو زد ا يعاود يتري لي كامل لو طابلو دو زد ا. نفس الشيء بالنسبه لي دات، هاك تري دو بلوز انسيان او بلوز ريسون، ولا تري دو بلوز ريسون او بلوز انسيان. هكذا هذه ثاني نقدر نستعملها ديريكتومون بلا فلاش. ولو كويفيسيون كيف كيف، هاك تري دو بلو بتي او بلو غون، ولا تري دو بلو غون او بلو بتي. هكذا نستعملها لي نوت كيف كيف، من صغير لكبير من كبير لصغير. ولا عندي اون اوتر اوبسيون بالنسبه لا كولون هذه تاع لي صال، باسكو كيما راكم تلاحظوا لي صال هنايا راهم اون كولور، نقدر ثاني نتري ولا نفلتري بار كولور. بالنسبه لي فيلتر باسكو ما درناش في الدرس اللي فات، نقدر ندير هكذا فيلتري بار كولور، نخير غير الخضوره يخرج لي غير لي صال الخضوره هذوما لي ا 3 هذه سي بون شفناها. ونقدر ثاني نتري بار كولور، يعني نرتبهم بار كولور، هاليك تري بار كولور، نخلي الخضوره هما الاولين، ولا ندير اون اوتر كولور، ندير صفوره هما الاولين ومن بعد الخضوره ومن بعد الحموره ايتترا. ثم لي فيلتر يمشيو ثاني بلي فالور كيما يمشيو بلي كولور، هذه للناس اللي يقدروا يحقوها. وعندنا ثاني طريقه ثالثه اللي نقدر نستعمل بها لي تري سور مايكروسوفت اكسل، اللي هي نخير اي خاليه من هذا لو طابلو تاعي ونروح لفوق هنايا في دوني، نعبز هذا لو غرون بوطون هذايا تاع تري، ماشي هذه ا زد زد ا تاع قبل، مي نعبز هذا لو غرون بوطون هذايا نعبزو، تخرج لي هاد لا فونتر، تخرج لي هاد لا فونتر. هاد لا فونتر واش راهي تقول لي؟ تقول لي نخير واش حبيت نتري هنايا، هادي تري بار ولا كولون، هادي تقول لي واش راك حاب تري. انا باغ اكزومبل نحب نتري لي ماتيير، نخير لي ماتيير. هاك كيما كنت لاحظت تعطيني كامل لي كولون اللي عندي في طابلو، عندي ماتيير دات كويفيسيون سال اي نوت، هاك ماتيير دات كويفيسيون سال اي نوت، حبيت انا نتري لي ماتيير، نخير ماتيير تو سامبلومون. من بعد واش يقول لي؟ يقول لي تري سور، هكذا تري سور يقول لي او بيان لا فالور ولا لا كولور دو سيلول، دون لو كا وين تكون اون سيلول اون كولور كما شفنا في لي صال، ولا لا كولور دو لا بوليس، يعني كي يكون الخط تاعي ملون نقدر ثاني نتري به، ولا ايكون دو لا سيلول، كاين دي سيلول فيهم دي زيكون في لا ميزون فورم كونديسيونال، هادو بالك بيوت ان شاء نشوفوهم نقدروا نستعملوها هنا. انا دوكا تو سامبلومون خير فالور، هاك ندير فالور، يعني راح نتري لي ماتيير على حسب لا فالور تاعهم. واخيرا يقول لي خير باش راك حاب تريهم اسكو من ا للزاد ولا من زاد لل ا ولا لي بيرسوناليزي، وانا نقول له يتريهم لي من ا للزاد، هاك لو ا زاد، وندير اوكي. ندير اوكي راح يترتبوا لي من ا للزاد كما شفنا من قبل، يعني نفس الشيء اللي كنت قادر نديرو من قبل هذه ا زاد تو سامبلومون نقدر نديرها افيك هاد لا فونتر تاع تري. هكذا وشنو حاجه ثاني اللي مليحه وتمدها لي هاد لا فونتر تاع تري، هي نقدر نخير دو كريتير دو تري او ميم طون، دو ولا بليزيور ماشي غير زوج. انا دوكا راح ندير زوج بوغ فيغ سامبل، هذا ما كان، يعني نقدر نخير بزاف لي كريتير اللي نرتب بهم البيانات تاعي في اكسل. دوكا باش نبسطو شويه الحاله، انا واش حبيت ندير؟ حبيت نرتب المعامل في هذا لو طابلو، نرتب المعامل زعما يعطي لي واحد ومن بعد زوج ومن بعد ربعه ومن بعد خمسه، هكذا حبيت نرتب المعامل. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه وين عندي معامل اثنين حبيت نرتب المواد تاعو من الزاد للا، باغ اكزومبل هنايا عندي اثنين وهنايا عندي اثنين، عندي اثنين زعما تاع عرب واثنين تاع سيونس اسلاميك، حبيت سيونس اسلاميك تخرج لي هي الاولى في الدو، تسمى في الدو تخرج لي سيونس اسلاميك ما تخرج لي عرب، تسمى حبيت لو كويفيسيون يبدا من صغير لكبير، ومن بعد داخل كويفيسيون لا ماتيير تبدا لي من الزاد للا. هذا واش راني حايب، واش ندير؟ تخي با ندير كويفيسيون لا فالور تاعو من صغير لكبير، هاليك دو بلو بتي او بلو غون، هاليك جاتني واجده. من بعد واش ندير؟ ندير هادي اجوتي ان نيفو باش نزيد
ان دوزيام تري اون ميم طون مع لو برومي تري هذا. واش فيه لو دوزيام تري؟ واش قلنا؟ قلنا كويفيسيون اي لا ماتيير. تسمى دوكا ندير ماتيير فالور، نخليها فالور، ندير دو زاد ا هكذا. هايلك نعاود نقول واش درنا دوكا. حكمنا لو طابلو تاعنا، حبينا نديرو له زوج لي تري اون ميم طون. حبيت نرتب الجدول تاعي وفقا لعاملين. العامل الاول هو المعامل، حبيت المعامل يجي لي من صغير لكبير. العامل الثاني حبيت لا ماتيير ولا الماده جيني من الزاد للا هكذا. تسمى كي يكونوا مادتين عندهم نفس المعامل، الماده اللي تبدا بالزاد جيني قبل اللي تبدا بالا. هذا ما كان. واش درت؟ خيرت نيمبورت كاسيلو في لو طابلو تاعي، عبصت هذه القفله هذه دوني تخي، خرجت لي هذه لا فونتر، رتبت المعامل هايلك كويفيسيون لا فالور تاعو من صغير لكبير، ومن بعد درت له هذه اجوتي ان نيفو، رتبت الماده من الزاد الى الا هكذا. نورمالمون سي سامبل، ندير اوكي ونعاود نفيريفي الخدمه تاعي. غنشوف بلي كويفيسيون راهو من صغير لكبير 1 2 4 5، ونشوف في الدو باغ اكزومبل هادوما كيما راكو تشوفوا صرا اكزاكتومون واش حبيت، خرجوا لي من الزاد للا. سيونس اسلاميك بعد فرونسي بعد عرب بعد انجلي، هذه نفس الشيء خرجت لي فيزيك ومن بعد ماتيماتيك راهي من الزاد للا. وهنايا خرجت لي فيلوزوفي ومن بعد استوار جيوغرافي خرجت لي من الزاد للا. اذا خاوتي هكذا نكونوا درنا لو تور على لي فيتر سور مايكروسوفت اكسل. نزيدو ثاني نمدو اون استوس للناس اللي تبعوا معنا لا فيديو حتى لا فان تاعها بارابور لي فيلتر سور اكسل، حاجه ما هضرناش عليها في لا فيديو اللي فاتت اللي راح تسهل لنا بزاف الخدمه، راح نديروها اون دو كليك. اللي هي اوليو نحوس انا هنايا فيلتر تكستويال ندير ايغال ا ولا سو ولا كونتيان ولا سو تيرمي بار، نقدر نحوس ديريكتومون في هاد لابار هادي. هايلك لابار هادي دو ريشارش باغ اكزومبل، حابين نحوس على كلمه فيها اسلام، هايلك نكتب اسلام تخرج لي سيونس اسلاميك، نعبز اوكي ويخلص لو فيلتر تاعي. حبيت كلمه باغ اكزومبل فيها الار، هايلك نكتب ار يعطيني كاع الكلمات اللي فيهم الار في الوسط، ومن بعد ندير اوكي. هايلك استوار جيو فيها الار، فرونسي فيها الار، عرب فيها الار، وسيونس ناتورال فيها الار. اذا هذه نسحقوها ثاني بزاف في لي فيلتر سور اكسل. وكيف كيف نعاودوا نفس الملاحظه تاع لي فيلتر، اللي هي باش نتري ان طابلو لازم يكون لو طابلو تاعي كومبلي. لو كان يكون طابلو فيه اون لين فيد هكذايا ما راحش يكونسيديري هذا كامل كوم طابلو. هاد الملاحظه ثاني ركزنا عليها بزاف في الدرس تاع لي فيلتر. وبالنسبه لي تري سي لو ميم برينسيپ، يسمى باش تري لي اكسل ان طابلو لازم يكون كومبلي. هاليك باغ اكزومبل لو كان حاب نفيلتري هاد لو طابلو هيخرج غير محمد وواليد، ما تخرجيش ناسيما باسكو عندي ان فيد. لو كان عمر برك هادي نكتب واحد راح تخرج لي ناسيما. هايليك خرجت لي هنايا ناسيما باسكو عندي او موان اون كولون لي معمره كامل في هاد لو طابلو. يعني باش نتري ان طابلو لازم ناسيوري، لازم نتاكد باللي عندي على الاقل عمود معمر من الفوق حتى لتحت، باسكو لو كان يكون عندي ان فيد هنايا راح يكون هذا جدول وحده بالنسبه للاكسل، وهذا ثاني جدول وحده. عاودنا لكم برك الملاحظه باش ما نغلطوش لي تري تاعنا. وهكذا خاوتي نكون وصلنا الى نهايه لا فيديو تاعنا تاع اليوم اللي هي لو تري سور مايكروسوفت اكسل. ننصحك تيليشارجي هذا لو فيشي نحطو لك تحت في لا ديسكريبسيون، سي تعلم فيه، سي كامل واش درنا اليوم باش تميتريزيون بطريقه اللي بيان ان شاء الله. اللي عنده اي سؤال ولا استفسار ولا اقتراح كي العاده يخلينا ان كومونتير تحت، وانفيتيو نصحابكم اللي يحبوا يتعلموا اكسل. نتلاقاو في لا بروشان فيديو ان شاء الله، والسلام عليكم.